اولا سعيده بالمشاركه ديالي في معرض العروس. شي حاجه اللي حنايا كمغاربه كنفتخروا بها بزاف، التقاليد اللي عندنا مميزه واللي في العالم كامل تيتمنوا انهم يكون عندهم عرس مغربي او لا شي حاجه قريبه للتقاليد المغربيه. فسعيده انني كنشارك في هذه التظاهره هذه، واليوم جيت نتقاسم معكم الموسيقى ديالي والاغاني ديالي اللي كتحتفل بالعروس وكتوصف الفرحه ديالها والفرحه ديال عائلتها والناس والجمال ديالها في هذيك الليله والجمال ديال العريس ديالها حتى هو. فما يمكن الا انني نكون سعيده. ما غبرت والو، فعلا كنت كنوجد واحد المسلسل درامي هذه اكثر من 3 شهور، عمل كبير ان شاء الله، كنتمنى ينال الاعجاب ديال الناس. الغناء اغنيه جديده ديالي اللي خرجت مؤخرا بعنوان شدوني، وكاين جديد غنائي ان شاء الله مو رمضان غادي يخرج.